أجواء اليوم شعرية أتوقع تعجبك أنت بالذات، وإيش في أجمل من الشعر؟ فن كتابة المشاعر الإنسانية وبالذات الشعر العربي. وضيوف اليوم مشاهدينا من محبي الشعر الفصيح والقصائد العمودية تحديداً، واللي هي محور لعبتنا. أما طريقة اللعب فعندنا مجموعة كلمات حتظهر على الشاشة، حيختار اللاعب واحدة منهم فأقول له اسم الشاعر وهو يكمل بيت الشعر أو يقول بيت الشعر المشهور اللي يبدأ بهذه الكلمة عشان يكسب نقطة، وإذا ما عرف حينتقل حق الإجابة للاعب الثاني، وهكذا نستمر. معنا اليوم مصمم الأزياء عمر الطاها من العراق والأستاذ خالد زاهر من مصر. يسعد صباحكم. شايفيني؟ سامعيني؟ يا هلا والله. الحين طال علينا عمر من كندا وخالد من اسكندرية. كيف الأجواء عندكم؟ أحلى من دبي أكيد. ها زي الفل. شايف البحر وراك ما شاء الله. كيف الخريف في كندا عمر؟ والله بلش البرد. يحسكم العافية. طيب أعزائي، شايفين على الشاشة مجموعة كلمات، حتختاروا واحدة، يعني واحدة منها، وأنا حقول الشاعر وتكملوا أو تجيبوا البيت تحديداً المقصود المعني. نبدأ بخالد. بلاير ون خالد. الشاشة مش واضحة قوي قدامي. الشاشة مش واضحة. إذا غمرت. طب ارسلت لك اياها على الواتساب شوفها. اوكي ما ينفع. طيب في كلمات اذا غمرت، مضى، نقل، ولقد. نقل اوكي. نقل طبعا. نقل اللي هي بيت شعر لابو تمام من شعراء الدوله العباسيه. نقل. تعرف تكمل ولا اعطيك كلمه ثانيه؟ نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. برافو. واللي بعده؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه لأول منزل. برافو. تصفيق والله. كده حيكسب خالد نقطة. ننتقل لعمر. أختار رقم 9. رقم 9 اللي هي حييته. هذه ملعبك اللي هي الشعر العراقي الجواهري. تفضل. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دلة الخير يا أم البساتين. برافو. اللي بعده تعرف تقوله؟ ما عليه نقطة، بس تعرف تقوله؟ لا والله، هو هذا أكثر بيت مشهور تقريبا. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. رائع صراحة. إذن كذا حيكسب عمر نقطة. نرجع لخالد. ايوه شايف ولا اقرا؟ في عندنا ادين اذا الشعب ولو خيرت قلبي. ولقد اوكي. هذا العنتره. العنتره بن شداد من المعلقه. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. برافو. واللي بعده فوددت. اللي بعده فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. برافو والله، محبين للشعر شاطرين عندنا المتسابقين. إذا عندنا ما شاء الله. رحنا. أوكي نرجع لي عمر. عمر شايف الشاشة أظن؟ شايف الشاشة. في ديلي بسيط بس شايف الشاشة. دع الأيام. هذا الإمام الشافعي. دع الأيام. تمام. تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجدع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. برافو. جداً عميق يعني. إذن عندنا هذه راحت نقطة كذا. ما في أحد خسر؟ لا لازم أخسركم. أنا حختار واحدة. على كيفي. طيب نرجع لخالد. خالد تفضل اختار. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. برافو. فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. تعرف الشاعر؟ المتنبي. برافو. ياخذ نقطة. إذن حيكسب خالد نقطة ما شاء الله. طيب نرجع لعمر.
هذه أبيات شعر فصيحة ومشهورة معروفة لمحبين ومتذوقي الشعر، لأني سامعة في أسئلة في الجاليري كيف يعرفوا. طيب نرجع لفين دحين عمر صح؟ تمام عمر رقم 6 هذه تردد عندنا بالعراق كثير وهي معروفة جدا. إذا الشعب إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي تونسي صح؟ صحيح. إذا ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، هذه القصيدة لأبو القاسم الشابي استخدمت أبيات منها في النشيد الوطني التونسي. برافو. إذا يكسب عمر نقطة بجدارة. نرجع لخالد. أيوة. خالد عندك أدين مضى ولو خير ولو خيرت لو خيرت وأدين مضى خلي اختاري بتاعت جزر قباني ولا اللي هي اختاري هي مش إني خيرتك هذا سهل ما جبته جبت اللي بعده. اختاري الحب أو العب لا هي القصيدة يعني ولو أيوة اختاري من القصيدة نفسها اختاري إيه. طيب اختاري الحب أو اللا حب فجبن ألا تختاري. برافو. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. برافو لشاعر المرأة هذا نزار قباني عاشق دمشق وبلقيس. طيب نرجع لعمر. ليه ما حد يختار قلبي؟ أدينو. حلو هذا البيت اللي ابن الفارض تعرفوا قلبي أدينو ايش هو أدينو؟ اوكي هذا انا لازم اقوله قلبي طيب. اوكي أدينو هذا أدينو للشاعر والفيلسوف الصوفي اللي هو محي الدين العربي في الدولة الأندلسية. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيمان. برافو برافو إذن أعرفها. طيب أنا حختار الآن قلبي. أحد يقول لي قلبي لابن الفارض. لا ما أعرفه. قلبي هو صعب شوية بس معروف. قلبي يحدثني بأنك متلفي. مين يكملها؟ لا قلبي ما اعرف هذا البيت. اوكي على توقعت صعب فيها علينا. صعبتها هذه انا حقولها. قلبي يحدثني بانك متلفي روحي فداك عرفت ام لم تعرفي. وهو ايضا شاعر صوفي يعني اغلب اشعاره في العشق الالهي. طيب كذا نرجع كمان لخالد. فوتكم هذا الدور خالد. عندك مضى ولو خيرته. فاروق جويدة تعرفها؟ فاروق جويدة. أيوة فاروق جويدة شاعر مصري. خيرت في وطني لقلت هواك أوطاني. بالضبط. يا عمري حنايا القلب. يا الله برافو عليك ما توقعت أحد يجيبها. برافو برافو. طيب نرجع آخر واحدة عند عمر. جويدة أنا قارئ. قارئ لفاروق جويدة أنا يعني كان شعري أيام المراهقة. نرجع لعمر. لقد أسمعت. لقد أسمعت. لقد أسمعت لو ناديت حين ولكن لا حياة لمن تنادي. برافو ممتاز. اللي هو لشاعر صدر الإسلام عمرو بن صعب والله اسمه ما أعرف أقوله عمرو بن إيش عبدي كرب حاجة زي كده كيف تقال يا هاني. طيب كده انتهينا نشوف الدرجات. ما عاد اختار مضى. طيب خلاص أنا حقول مضى. شاعر محمد الثبيتي. أيوة الثبيتي بالضبط. إيش هي؟ معروفة. مضى شراعي بما مضى شراعي بما وضاع الفجر إذ طالت تراويحي. أوكي تمام عمر عرفته صح؟ صح عرفته كمان. شايف اللقاء بالتلفزيون. مضى شراعي بما لا تشتهي ريحي وفاتني الفجر إذ طالت تراويحي. هذا لشاعر الثبيتي سيد البيد. برافو ممتاز. كذا انتم نقدر نعتبر مضى نقطة مشتركة نكررها لكم الاثنين. اتعادلتوا كذا. واو اصلكم الاثنين ما شاء الله مؤهلين. نورتونا بحضوركم وطلتكم الحلوة من كندا ومن اسكندرية ونشوفكم ان شاء الله مرة ثانية. وبما اننا في جو التنافس والحماس وابشركم مشاهدينا ان لعبة فلاش وين
بتحتفل هذا الشهر مع كل مشتركيها بمنح جوائز مميزة لرابحين أكثر من خلال التحدي والتسلية والمرح، واللعب فيها صار له طريقتين، وأنت تختار طريقتك المفضلة، إما أنك تلعب ضد لاعبين آخرين وتكون الأول أو تكون الأولى في قائمة المتصدرين لربح الجائزة الكبرى وهي 10,000 دولار، وكمان في جوائز إضافية تصل حتى المرتبة الخامسة. أو الطريقة الثانية، تلعب لوحدك وتجاوب صح على 10 أسئلة وتربح فوراً 3,000 دولار كاش. وبالطريقتين في اللعب مع فلاش وين، نقاطك هيدخلوك في سحب إضافي على 15,000 دولار كاش. للمشاركة أرسلوا كلمة فلاش للرقم المرادف لبلدكم أو عبر زيارة الموقع الظاهر على الشاشة flashwin.net. وقبل ما نروح عند هاني الشاعر وعاشق الشعراء والشعر، خلوني أوريكم هذا الكليب عن لعبة فلاش وين. هذا الشهر فلاش وين تحتفل مع كل مشتركيها بجوائز مميزة لرابحين أكثر عبر التحدي والتسلية والمرح. اختار طريقة اللعب المفضلة لديك، شارك في التحديات ضد لاعبين آخرين، كن الأول أو كن الأولى في قائمة المتصدرين لربح الجائزة الكبرى 10,000 دولار، أو حقق 10 إجابات صح لربح 3,000 دولار فورا. وكيفما اخترت أن تلعب مع فلاش وين، نقاطك تدخلك في سحب إضافي ل 15,000 دولار كاش. جرب إحساس فلاش وين. اشترك الآن بإرسال كلمة فلاش باللغة العربية أو الإنجليزية إلى الرقم المرادف لبلدك. لمزيد من المعلومات زوروا موقع flashwin.net.